المؤمنين في هذه الليلة، ليلة الرجاء، ليلة البكاء، ليلة الخشوع، الليلة نتوجه بأمير المؤمنين. كل العالم، كل الدنيا اصطفت ضد شيعتك يا أمير المؤمنين، ضد هذا الشعب المظلوم، لكنك طريق الله، لكنك العبد الصالح الذي أمر الله أن نتوجه بك. وليس هناك من مصيبة ولا كبيرة أو صغيرة وتوجه بها لعلي بن أبي طالب إلا وحلها، ونحن أيتامك يا علي. فالرسول قال: أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، ونحن أيتامك. لذلك أنت واقف، أرفع يدك فوق رجاء لعلي، لحفظ العلماء ولنصرة هذا الشعب المظلوم، توسلا بعلي بن أبي طالب. نوصل صوتنا إلى النجف، كل من يعتقد بإمامة علي، كل من يعتقد أن علي يقتل